وننطلق من هذا الإعجاز في البحار لننطلق إلى الإعجاز في الرياح. يقول تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الرياح ويسميها لواقح، واللواقح هي التي تساهم في عملية التلقيح، فسرها العلماء بتلقيح النبات، أن الرياح تأتي فتأخذ مكونات النبات الذكر فتلقيها على المكونات الأنثوية في النبات فيتلقح ويبدأ الثمر. لكن الآية لا تتكلم عن النبات، وإن كان تحمل هذا المعنى وتحتمله، لكن الآية ما تتكلم عن النبات. الآية تتكلم وتقول: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. الفاء تدل على الفورية، فورا، فالرياح اللواقح تسبب نزول المطر. لو كان التفسير الرياح اللواقح فقط لها علاقة بالنبات لتكلم عن الثمر، لكن الآية تتكلم عن المطر: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. عما تتكلم هذه الآية؟ نعم تتكلم عن التلقيح، لكن بالإضافة، ونحن نقر معنى تلقيح النبات، هي تتكلم عن تلقيح السحب، تلقيح السحاب. اكتشف العلماء اليوم أن هذه الرياح التي تسبب نزول المطر تحمل فيها أجسام صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، ترى فقط بالمجاهر، بالميكروسكوب فقط. هذه الجزيئات الصغيرة، الأجسام الصغيرة، يسمونها نويات التكاثف، نويات التكاثف. من أهم خصائص هذه الأجسام أنها تمتص الماء أو تذوب في الماء. ووجدوا أن الرياح التي تسبب نزول المطر بالإضافة إلى نويات التكاثف تحمل معها كميات كبيرة من بخار الماء. ماذا يحدث؟ عندما تأتي هذه الريح اللاقحة إلى غيمة ليس فيها من الماء ما يكفي لنزول المطر، لكن فيها كمية من بخار الماء، فتأتي هذه الغيمة بمزيد من بخار الماء وتأتي معها نويات التكاثف، فعندها يتلقح السحاب، أي يبدأ السحاب تحدث له عملية تجميع لبخار الماء الذي فيه مع بخار الماء الذي جاءت به الريح حول نويات التكاثف، فعندما يكون هذا التجميع يصل وزنه إلى الوزن الكافي تتجمع جزيئات الماء المنفصلة والموجودة في الهواء حول نويات التكاثف فيبدأ المطر يسقط. فكأن المطر هو ثمرة السحاب، وهذه الثمرة لا تأتي إلا بعد التلقيح. فعندها نفهم الآية: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هل كنتم تعرفون أن السحاب يلقح؟ القليل منا من كان يعرف هذا، لكن الذي أنزل القرآن وخلق السحاب أخبرنا بأن الرياح هي التي تلقح السحاب، وصارت هذه اليوم حقيقة ثابتة من حقائق العلم، أن الرياح تلقح السحاب فتكون سبباً في نزول المطر. ثم ننظر إلى آيات أخرى، ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. مرة أخرى دعوني أترجم اللغة العربية في زمن قل فيه معرفة اللغة العربية عند أبنائها. يزجي، الإزجاء الدفع برفق، يوزع يدفع بشدة، فهم يوزعون يدفعون بشدة. يزجي، حتى نغمة الكلمة تشير إليك إلى معناها، يزجي كأنه يدفع برفق. يؤلف يعني يجمع، يؤلف، ألف كتاب، جمع الكلمات على بعضها حتى صنع منها كتابا. يؤلف بين القلوب، يجمع بين القلوب، يؤلف يجمع. الركام هو الشيء الذي تجعله فوق بعضه، لما يتراكم شيء فوق شيء معناها صار ركام. الودق المطر، المطر يسمى في اللغة أيضا الودق ويسمى الغيث. البرد معروف، البرد اللي احنا نسميه برد أيضا، كريات الثلج اليابسة، ليست الخفيفة وإنما الكريات اليابسة، تلك الخفيفة تسمى ثلج واليابسة تسمى برد. سنا برقه، السنا هو اللمعان، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يعني يعمي. عندها نفهم الآية، ألم تر أن الله يزجي سحابا، يعني يدفع السحاب برفق ثم يؤلف بينه، يتجمع هذا السحاب ثم يجعله ركاما يركمه فوق بعضه، فترى الودق يخرج من خلاله، ينزل من خلاله المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ينزل من هذه السحب الكبيرة ينزل البرد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. لمعان برق هذا السحاب يكاد يعمي الإنسان. وآية أخرى تتكلم كذلك عن نزول المطر، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. عما تتكلم هذه الآية؟ تتكلم، خلونا نفهمها، يمكن الكلمات البسيطة التي غير معروفة، الودق عرفناه المطر، كسفا يعني قطعا، كسفا أو ينزل السماء علينا كسفا يعني يكسر السماء وينزلها علينا قطعا. فالآية صارت واضحة، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، ينشره في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويقطع هذا السحاب المنتشر، فترى الودق يخرج من خلاله، ينزل من خلاله المطر، فإذا أصاب به بالمطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وآية ثالثة تتكلم عن نزول المطر، وأنزلنا من المعصرات، معصرات السحب، ماء ثجاجا، الثجاج هو الذي ينزل على شكل دفعات، ينزل ثم يتوقف، ينزل ثم يتوقف، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الجنات الألفاف، الجنة هي البستان المملوء بالأشجار، وتسمى جنة عندما يكون الشجر من كثرته، من كثرة الشجر لا تستطيع أن ترى ما في داخله فيسمى جنة. الجنة هي ما تخفي ما في داخلها، والجن هم الذين يختفون، والمجنون من اختفى عقله، كلها تأتي من الأصل الواحد. سبحان اللغة عجيبة، لغة العرب عجيبة، أصلها واحد ثم يتنوع التركيبات بناء على هذا الأصل الواحد، فإذا عرفت الأصل عرفت التركيبات. وجنات ألفافا، الجنة بطبيعتها تخفي ما في داخلها، والأشجار الألفاف التي من كثرتها تلتف على بعضها فتسمى ألفافا. فهذه الآيات الثلاث تتكلم عن نزول المطر وإخراج النبات والخير الذي يأتي مع المطر، وهكذا فسرت وهكذا فهمت إلى أن جاء العلم الحديث فكشف لنا من الأمور العجب. أذكر لما أخذت مادة
الطقس، أخذتها في جامعة بنسلفانيا، ودرسونا السحب، وفي دراستنا للسحب يتحدثون عن أنواع السحب، وهناك أكثر من 12 نوع للسحب، بل بعضهم يعد أكثر من 80 نوع للسحب، لكنها في أصلها ترجع أساساً إلى 3 أنواع: كيومولوس، سايرس، وتورنيدوز. أساسها 3. كيومولوس التي ترجمت في اللغة العربية إلى السحب أو المزن، المزن يعني السحب الغيوم، المزن الركامي أو السحب الركامية، والسايرس هي السحب التي تسمى السحب المبسوطة، والتورنيدوز الأعاصير. هذه الثلاث آيات تشير إلى الأنواع الرئيسية للسحب قبل أن يقسمها العلماء والبشر ويصعدوا ويروا هذه السحب ويرون ما فيها. في القرن 20 جاء محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من الله رب العالمين يعطينا هذا التقسيم، بل يعطينا أوصاف هذه السحب، ولننظر ولنتأمل. النوع الأول من السحب طبيعتها أنها ضخمة كبيرة، لكن مساحتها صغيرة، تمتد حوالي 8 كيلو، وإذا توسعت 10 كيلو، بس ما تتوسع بشكل أكبر من ذلك، لكنها تتصاعد عمودياً فوق بعضها، تتراكم فوق بعضها حتى تصل الواحدة منها أحياناً إلى حجم 20 كيلو، كأنها جبل. الجبل قاعدته محدودة وارتفاعه عالي، 8 كيلو قاعدة، 20 كيلو ارتفاع، أليست جبلاً؟ فشكل السحب الركامية، طبيعة السحب الركامية أنها تتراكم حتى تكون كالجبال. هذه السحب الركامية تتكون من 3 طبقات. طبقة السفلى منها القريبة منا، وهي مملوءة بنقاط ماء صغيرة. الطبقة الوسطى منها، بسبب ارتفاعها هذه السحب، هذه الطبقة رغم أنها تعتبر وسطى إلا أنها وصلت إلى درجات الجو العليا، فوصلت إلى درجة انخفض فيها الضغط الجوي. ماذا يحدث عند انخفاض الضغط الجوي؟ ماذا يحدث لبخار الماء؟ بخار الماء لا يتكثف عندما ينخفض الضغط في درجة الصفر. في درجة الصفر يتكثف بخار الماء. أنت الحين خذ ماء يغلي من إناء، حط عليه سطح بارد، يتكثف. إذا كانت درجة السطح هذا 0، سيبدأ، إذا كان بارد سيبدأ يتكثف. إذا كان الضغط أقل من الضغط الجوي لا يتكثف عند 0، يتكثف عند -1 -2 -3 -4 حسب طبيعة الضغط. في الطبقة الوسطى من السحب، لأن الارتفاع عالي، يوجد بخار ماء درجته أقل من 0، لأنه في ضغط أقل من الضغط الجوي. إذا تحت في ماء، في النصف في بخار ماء لم يتكثف رغم أن الحرارة أقل من 0، لكن هذا البخار لو اصطدم بأي جسم صلب فورا يتجمد، ليس فقط يتكثف، يتحول إلى جليد عند أي اصطدام. ما دام أنت ما لمست، هذه الأمور ماشي الوحدة، يبقى بخار، أي ضربة أي لمسة يتحول إلى جليد. عندما ننطلق إلى الطبقات العليا، فهناك في الطبقات العليا من هذا السحاب الركامي بلورات الثلج. الثلج بلورة بشكل متوازن، بلورة الثلج، فهي موجودة في أعلى هذه الطبقات. ماذا يحدث؟ كيف ينزل المطر؟ الذي يحدث التالي: عندما تلتصق البلورات، البلورات تبدأ تكبر تكبر تكبر، ماذا يحدث لها؟ تصير أثقل. لما تثقل ماذا يحدث لها؟ بالجاذبية تنزل. لما تنزل تصطدم بماذا؟ تصطدم ببخار الماء، تصطدم ببخار الماء اللي جاهز للتجمد، فيتجمد حوالينها. ماذا يحدث؟ تكون برد. البرد ثقيل يبدأ ينزل، يصيب نقاط الماء في الطبقات السفلى، فتتجمع حوله فينزل مطرا. لكن أحيانا
وأحيان كثيرة نبدأ نسأل نفسنا سؤال، إحنا نرى البرد ينزل على الأرض، طيب من نزوله هناك إلى أن وصلنا ما ذاب؟ تعرفون الجسم لما يخترق الهواء ماذا يحدث؟ حرارة. ما تشوفون سفن الفضاء لما تخترق تكون حارة جدا، وذلك تغطونها بطبقة تحميها من الحرارة. هذا البرد كيف وصلنا ما ذاب مع هذه الحرارة وهذه المسافة؟ كيف؟ في شيء عجيب يحدث في كثير من الأحيان، هذه الجبال من السحاب في داخلها تيار هواء، الهواء الحار ماذا يحدث له؟ يصعد للأعلى، والهواء البارد ينزل للأسفل، فالهواء ينزل لأسفل بارد يسخن يبدأ يصعد لأعلى، يبرد يبدأ ينزل لأسفل يسخن، فتظل يكون داخل هذا السحاب تيار هواء قوي جدا، لأن صعود ونزول مستمر وتدفئة وتبريد مستمر. البردة هذه اللي تجمع حولها الماء من قوة التيار يبدأ يدفعها لفوق، ماذا يحدث؟ مزيد من الجليد يحيط بها، تبدأ تكبر تثقل، ماذا يحدث؟ تنزل تصيب مزيد من بخار الماء المبرد فيتجمع حواليها، تنزل زيادة يتجمع حواليها الماء، يأتي التيار يصعد فيها، تستمر هذه العملية يا إخواني ويا أخواتي حتى أحياناً تصل البردة الواحدة إلى حجم كرة سلة، وتظل تصعد وتنزل وتكبر وتصعد وتنزل وتكبر إلى أن يأتي وقت الهواء، تيار الهواء رغم قوته ما يقدر يصعدها لأن تكون ثقيلة جداً، فتبدأ تنزل، فلما تنزل تبدأ تذوب مع ذوبانها، لما تصل الأرض تصير صغيرة. وذلك تشوف البرد أحياناً، وقد رأيناه لما كنا في أمريكا، البردة بحجم كرة الجولف، أنا رأيت هذا، والبردة بأحجام كبيرة، أنا رأيت والله يا أخواني يا أخواتي رأيت سيارات تحطمت بسبب البرد، نقاط عليها كأن رشاش راشها من حجم البرد الذي نزل عليها.